الفريق الجزائري استحق التواجد في المباراة النهائية بالنظر لأدائه في كل المباريات التي اجتازها في هذه الدورة، يعني بدءا من أول مباراة إلى غاية دور الثمانية اليوم في المربع الذهبي. نظن يعني تواجده في المباراة النهائية كان يعني بإجماع وباعتراف كل من تابع مباريات هذه الدورة العربية. بكل تأكيد. طيب قبل ما اروح معاك للمباراة النهائية اللي هتجمع الشقيقين الجزائري والتونسي، عاوز اتكلم النهاردة شعب الجزائر كيف عاش اللحظات الأخيرة من عمر مباراة النهاردة والجماهير الجزائرية سواء في المدرجات او داخل الجزائر الشقيق، لا سيما بعد إحراز قطر للتعادل. كان في امل ان انتوا تنهوا المباراة في وقتها الأصلي ولا ممكن المباراة تضيع منكم بعد احتساب هذا الوقت الضائع الكبير؟ والله لو ناخذنا مباراة اليوم كيف تتبعها الشعب الجزائري، يعني الدورة في كيف هي امتداد للمباريات السابقة، يعني الدورة في بدايتها لم تكن تحظى يعني بالمتابعة الموجودة أو الاهتمام الكبير، يعني كان اهتمام ولكن ليس إلى درجة التعلق بها، ولكن بمرور الوقت وخاصة المباراة يعني المنتخب المصري والتنافس على صدارة المجموعة ثم مباراة المنتخب المغربي التي جاءت في فترة يعني تشوبها بعض الحساسية بين البلدين، يعني زاد الاهتمام. ونظن الطريقة التي تأهل بها المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي منحت يعني نوع من الاهتمام الكبير لهذا المنتخب الذي كان الشعب الجزائري يعني قبل الدورة متردد فيه. يعني اليوم كان هناك متابعة، يعني متابعة تقريبا قياسية وكانها يعني على طريقة افريقيا، يعني كان اهتمام كبير. بالنسبة للمباراة في حد ذاتها، يعني المباراة كانت مثالية الى غاية يعني رفع الحكم بالوقت بدل الضائع، كانت مباراة جد مثالية يعني مثل المباريات التي تعودنا عليها، لكن في الوقت بدل الضائع يعني لا احد يعني توقع ان يكون هذا السيناريو وهذا العدد من الدقائق الملعوبه وتلقي الهدف ثم العوده وتسجيل الهدف، يعني في تقريبا لعبنا 18 دقيقه زياده. نظن يعني انا شخصيا يعني ونظن الى الشعب الجزائري بصفه عامه لما رفع الحكم 9 دقائق رغم انه ادى مباراه مثاليه الى غايه الدقيقه 90 ولم يكن يعني مؤثر فيها، كان الجميع لديه احساس انه وكان هذا الحكم يريد شيء ما لصالح المنتخب القطري لانه الوقت كان مبالغ فيه. سجل المنتخب القطري في الدقيقه السابعه تقريبا 6 دقائق و17 ثانيه، كنا نعتقد انه الحكم سينهيها ب9 دقائق، ولكنه فيما بعد الحكم واصل يعني المقابلات باضافه 9 دقائق اخرى وجاءت في الدقيقه 15 ضربه جزاء لصالح الجزائر ولم يتردد في اعلانها. يعني هنا ازال تلك الشكوك التي كانت في انفسنا يعني فهم الشعب الجزائري بانه يريد ان يقدم خدمه للمنتخب القطري، ولكن هذا هو يعني تحكيم نظن بعفويه. نظن مباراه اليوم ستبقى للتاريخ بالسيناريو، تعودنا على سيناريوهات من هذا النوع في الجزائر في 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 مصر، سجل في مصر كثير يعني خاصه عماد متعب متخصص في مثل هذا النوع من الاهداف في مثل هذه الدقائق سواء مع الاهلي او مع المنتخب، ولكن ان تسجل يعني ان يمتد الوقت بدون سبب الى غايه تحصل على ركله جزاء في الدقيقه 16 من الوقت بدل الضائع للوقت بدل الضائع وتسجلها وتتأهل يعني بعد ما بدأ حتى اللاعبين النوع من الرزاق، نظن يعني كان سيناريو التأهل مميز خاصة بعد أن تسرب الشك وتسربت النرفزة الموجودة في الملعب لدى اللاعبين، يعني بعد التعادل لاحظنا إنذارين متتاليين للاعبين الجزائريين امتدت حتى يعني هي للجماهير حتى طلقت من خلال هذا الوقت. ولكن نظن يعني أنا في رأيي يعني هي النتيجة المثالية، تأهل جزائري مستحق في الوقت الضائع الفعلي والمنطقي الذي كان لا يتعدى 4 إلى 5 دقائق بنتيجة 1-0، ولكن الوقت الممدد أعطى للجزائر تلك الأحقية بسيناريو آخر مثير وبنتيجة أخرى. طيب استاذ سمير، يعني ذكرت ان الانصار في الجزائر كانوا متخوفين من افراد المنتخب الجزائري قبل البطوله، والمنتخب الجزائري لديه كتيبه من اللاعبين المحترفين في اكبر الدوريات الاوروبيه، واصبح الان جمال بالماضي امام مازق كبير، كيف سيتعامل معه من وجهه نظرك، ومن هو الاقدر بالانضمام الى كتيبه المحترفين لتمثيل الجزائر سواء في نهائيات كاس الامم الافريقيه أو أيضا في المباراة الفاصلة مع أحد المنتخبات الإفريقية من أجل التأهل إلى كأس العالم قطر 2022؟ والله
هي لا نقول متخوفون، ولكن نقول لم يكن لهذا المنتخب تلك الثقة الكاملة يعني بالنظر يعني إلى منتخبات أخرى كانت تمتلك أفضلية أكبر. يعني لأن الجزائر لاحظنا استعداد حتى توليد هذا المنتخب ولدت في خلال هذه الدورة، يعني لم يسبق لهذا المنتخب فيه يعني منتخب هذا المنتخب الجزائري هذا بدأه الناخب الحالي لهذا المنتخب إن سميناه المنتخب البديل حتى ما لا نقول المنتخب الرديف، يعني في بعض العناصر للمنتخب الأول يعني خليه بدأت في شهر 6 يعني من هذه السنة من خلال بعض المباريات الودية للمحليين وبعض محترفي الجزائريين في تونس، ولكن بمرور الوقت وقع المدرب في إشكال، المدرب مجيد بوقرة، من خلال احتراف بعض العناصر في الدوريات الأوروبية مثل آدم زرقان ومثل محمد الأمين عمورة اللذان فيما بعد تحول إلى المنتخب الجزائري الأول، ولكن في هذا الدورة من خلال يعني الاعتماد على المحترفين الجزائريين في الدوريات العربية بعض لاعبي المنتخب الأول وبعض اللاعبين المحليين، أظن أن هناك يعني أربعة لاعبين على الأقل غير متواجدين في المنتخب الأول قد قدموا أوراق اعتمادهم للناخب الأول جمال بالماضي لإمكانية الاعتماد عليهم في أي وقت شاوميمو في مقدمتهم، يعني اللاعب الوسط سفيان بن دنكا قلب المحور لاعب المحور دفاع الغائب اليوم يعني اللي أدى مباراة إيطالية أمام مصر وأمام المغرب توغاي، يعني كثير من الثلاث أو أربع لاعبين قدموا أوراق اعتمادهم، وحتى حسين بن عيادة وعبد القادر بدران اللذان كان بديلين يعني في المنتخب الجزائري ولعب آخر مباراة أمام بوركينا فاسو يعني في دوري المجموعات كأساسيين، أظن أنهم أكد على حقتهما في التواجد مع المنتخب الأول بصفة دائمة، إضافة إلى إمكانية يعني حتى لا يعني إبراهيمي في المباريات الأخيرة يعني أثبت خبره وأنه قادر على العودة، يعني هذا كان لاعب في المنتخب الأول فقد مكانته تقريبا منذ نهاية أمم إفريقيا 2019، الآن أثبت أنه قادر على العودة، وحتى اليوم لاحظنا الخبرة تاعه ظهرت في طريقة يعني أنه ما استسلمش وهو الذي كان وراء الحصول على ركلة الجزاء يعني في ذلك التوقيت يعني بعد ما تسرب اليأس الجميع، ظن هو إبراهيمي بن دبكة وعبد القادر بدران توغاي وأيضا بن عيادة هي خمس عناصر بإمكانها تدعيم الفريق الجزائري الأول. بالفعل أستاذ سمير كما نقول أن الفريق الجزائري أصبح مدجج بكتيبة من اللاعبين، نتمنى لهم دائما التألق لشعب الجزائر، له معزة كبيرة في نفوس كل مصري. المباراة النهائية تونس والجزائر، وبلغة الحظ الأوفر تونس زي ما بنقول بلغة الكرة كعبها عالي شوية على المنتخب الجزائري، هل هناك تخوف من المقابلة بين منتخب الجزائر وتونس من قبل الأنصار في الجزائر، أم أن هناك ارتياحية وثقة في أفراد المنتخب من أجل الحصول على لقب هذه البطولة؟ والله اولا قبل الحديث عن اي ناخذ يعني ملاحظه خفيفه بالنسبه للشعب المصري وعلاقته بالشعب الجزائري، نظن ان المنتخبين الجزائري والمصري نجح يعني في اداء مقابله مثاليه يعني من خلال لقائهما في اخر مباراه دوري المجموعات، رغم حسابات التاهل الا انهما نجحا في طي تلك الصفحه، يعني في اول مره يلتقيا منذ ما حدث في 2009 2010، نظن طويت تلك الصفحه الغير جميله في علاقه البلدين اللذين تربطهما روابط اكثر من كل هذا، يعني وطووها بصفه نهائيه، يعني هذا هو والأهم في كرة القدم أن تقدم خطوة إلى الأمام. بالنسبة لمباراة السبت يعني والمباراة النهائية يعني الأمور تختلف تماما، يعني بين الجزائر وتونس يعني هناك يعني مباراة تلعب في المباراة نفسها، يعني حتى اللاعبين الجزائريين تقريبا لاحظنا 6-7 لاعبين من الفريق الحالي يتواجدون في الدوري التونسي، حتى اللاعبين المتألقين في المنتخب الحالي من خلال بغداد بونجاح أو حتى يوسف البلاي مرة أيضا من الدوري التونسي، يعني هناك معرفة كبيرة لعبة مع أغلب اللاعبين المتواجدين في المنتخب التونسي من خلال مرورهم بالنجم الساحلي أو بالترجي التونسي، يعني هي مقابلة معرفة شخصية بين اللاعبين، مقابلة تلعب في 90 دقيقة، ولكن كمستوى دورة بصفة عامة يعني لاحظنا تذبذب مستوى المنتخب التونسي، مستوى المنتخب التونسي يعني أدى مقابلات مثالية، أدى بعض المقابلات التي لم يكن فيها في المستوى خاصة أمام المنتخب السوري حتى تأهلوا في المباراة دور 8 لم تكن بتلك ونحن نتمناها أن تكون مباراة ممتعة في كرة القدم، لا أكيد لأن أكيد المنتخبين أشقاء وإن شاء الله تكون ونبارك للمنتخب اللي يحصد البطولة إن شاء الله في النهاية. أنا دايما كل التحية كل التقدير لأهلنا في الجزائر الشقيقة، وبشكرك على وجه الخصوص